شارك العالم شغفك بالعلوم لمدة 3 دقائق فقط بالاعتماد على المضمون والوضوح والحضور المسرحي. تلك هي المقومات الثلاثة لعملية التحكيم في مسابقة مختبر الشهرة التي تختتم عامها 5 في مصر. مسابقة مختبر الشهرة مهمة جدا في مصر، لأن ما كانش في حاجة اسمها تواصل علمي، ما كانش في ثقافة علمية. الناس دايما بتهتم ب أرب آيدول وإكس فاكتور وستار ميكر، ما كانش في مثل أعلى عالم، ما في الشباب، ما فيش حد عندهم يتطلعوا ليه. فكان مهم أول حاجة نبتدي نفهم الناس إزاي العلم بيأثر في حياتنا اليومية، إزاي من ساعة ما بنصحى لحد ما بننام في تفسيرات علمية كثيرة اللي بيحصل، فنهتم أكتر بالعلم. المسابقة بتاعتنا كل سنة بيحصل فيها تطور جديد، واحنا بنحاول ان احنا نركز انه الناس اللي اشتركت معنا في المسابقة ووصلوا للمرحلة الفاينل، ان هما المسابقة النهائية على مستوى مصر، ان الناس ديت احنا المتفوقين منهم ما بنسيبهمش، ان الموضوع ما بيبقاش خالص على ان هو كسب في المسابقة وخد الجائزة بتاعته والموضوع انتهى على كده. لا، بنحاول ان احنا نعمل معاهم استثمار تاني، وان احنا نفضل ندعمهم في كافة المجالات، ونحاول نخليهم يفيدوا الاجيال اللي طالعة بعديهم بعد كده. بدأ مختبر الشهرة بمبادرة من مهرجان شيلتنهام للعلوم والمؤسسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والفنون نيستا بالمملكة المتحدة عام 2004، لتعمل على تعزيز العلوم بحسبانها جزءا من ثقافة المجتمع، في حين التحقت مصر بالمسابقة عام 2009 ميلادية من خلال التعاون بين المجلس الثقافي البريطاني وبرنامج البحوث والتنمية والابتكار. احنا بدأنا فكرة التواصل العلمي في مصر، فاحنا الولاد والبنات اللي بنطلع معانا مميزين جدا، ولسه الفكرة مش منتشرة، فازاي بنستغلهم او بنستخدمهم، ان احنا في حاجة اسمها فيم لاب كلاب او نادي مختبر الشهرة. كل واحد بيدخل فيم لاب بيبقى عضو في النادي ده، بنبتدي نعمل عروض للتواصل العلمي في الأماكن المختلفة اللي دايما بتشهد تجمعات كبيرة. يعني لما دايما يكون في مهرجان كبير للشباب، في حفلة كبيرة للشباب، بنحاول ان احنا نجيب نعمل شو للتواصل العلمي، فالولاد دي بتشترك معانا في الشوز دي. بنبتدي نعمل انشطه تانية للاطفال، ازاي نوصل العلم بشكل بسيط للاطفال، من خلال بقى معسكرات الاطفال، من خلال زيارات للمدارس، من خلال لقاءات بتجمع ناس باحثين عاديين جدا في العلم مهتمين بس بالعلم، والولاد بتوع التواصل العلمي، فبتدي الباحث يعرف ان هو يقدر يخرج بره قوقعه العلم ويتكلم مع الناس ويعرف يوصل لهم اللي هو بيقوله بشكل بسيط. عرفت عن مسابقة مختبر الشهرة من بشوي زميلنا في الجامعة، حط وعلق ورقة على الحيطة في الجامعة وأعلن عنها بس، وقدمنا فيها علشان هي experience حلوة، يعني حاجة جديدة وكده، يعني لازم نجرب وكده. الإنسان لما بيعرف عن الحاجات اللي حواليه بيفكر، ولما بيفكر بيحس إن هو موجود بس، ودي أهم حاجة الإنسان لازم يحسها. زي النهارده كده من سنه فاتت كنت قاعده على النت، فلقيت بوست مكتوب على جروب كليتنا ان يا جماعه شجعوا رنا مخلص زميلتنا في نهائيات مسابقه مختبر الشهره. رنا مخلص دي اللي فازت مسابقه مختبر الشهره السنه اللي فاتت، هي كانت معايا في الدفعه. فانا لما قريت البوست فجذب انتباهي اسم المسابقه، اول مره اسمع عنه، ايه فيم لاب ده؟ بس ففتحت صفحه نت تانية كتبت عليها فيم لاب وانتر ودخلت. بس فلقيت المسابقه بقى، يعني هي بتتكلم بالظبط على انا بحبه. هو بيقول لك انت بتشتغل في مجال العلوم او تدرس في اي مجال من مجالات العلوم، طب بتحب الحاجه دي فعلا؟ تعال على اشرح واثبت لنا كده، واشرح لنا الحاجه اللي انت بتحبها دي بس بطريقه بسيطه يفهمها الناس، وفي نفس الوقت بطريقه ممتعه فهم كمان يحبوها زي ما انت بتحبها كده. اتسمت افكار الشباب بالابتكار والابداع، فبعضهم تحدث عن الكهرباء الطائره، وبعضهم الاخر تحدث عن المشاعر وحاسه الشم، وفسر بعضهم لماذا لون الموت هو الاسود، واراد بعضهم الحصول على مانجو بطعم البطيخ. انا بحب اصلا التفاعل مع الناس عموما، وكان عندي خوف تماما ان انا اقف على المسرح، فكانت فرصه ان انا اكسر الخوف ده. يعني هي كان اول مره اقف فيها على المسرح كانت هي في ملاب. اهم حاجه يعني من وجهه نظري الحاجات اللي بتمس الانسان، يعني من ناحيه الصحه، من ناحيه الوقايه منها، الحاجات اللي ممكن تسبب ضرر للانسان والعلم ممكن يبسطها.
كمختبر الشهرة حسيت ان هي بتعمل ميكس بين حاجتين ما بيتعملوش. يعني اول حاجة ان انت بتشرح العلوم بشكل جديد او بشكل مبسط، الناس مش واخدة فكرة عن العلوم بكده، الناس واخدة فكرة ان العلوم دي حاجة معقدة، لكن انت تبسطها فدي ميزة كبيرة. وعجبني جدا ان هي بتراعي كويس جدا المستمع، يعني لازم تتكلم باللغة بتاعت المستمع، توضح له الموضوع، وتبقى عامل حسابك كويس جدا ان مفيش هو عنده خلفية علمية عشان تكلمه كلام معقد يعني. فانا حاسس ان فيها فن، ان انت تبسط الحاجة فن اكتر بكتير من ان انت تعقدها. يعني اكتر لحظات حياتي سعادة هي وانا بشرح لحد حاجة، عارفة لما تيجي تكلمي حد وتقولي له معلومة معينة فاول مرة هو اول مرة يعرفها فتلاقيه بيقول لك اه، عارفة الاه دي، اهي دي احلى حاجة ممكن تحصل لي في حياتي. فكرة ان في مبدأ كده في اللي عندنا بيقول المسلمات، ان حاجة بتحصل للانسان كل يوم فيقول لك دي بتحصل ليه عشان هي كده، لا هي مفيش حاجة اسمها هي كده. فانا من رأيي ان اهم نقطة ممكن تتفصل للناس هي الحاجة اللي بتحصل في احداثهم اليومية، في حياتهم اليومية، الحاجة دي هي اهم حاجة لازم تتوضح كويس جدا للناس، ان كل حاجة ليها سبب علمي بس احنا لازم ندور. يبدو أن لكل منهم أسلوبه الخاص وأفكاره عن تبسيط العلوم وتوصيلها للمجتمع. بالنسبة للجنة التحكيم، القرارات بتاعتها بتتاخد على كذا كذا صعيد. أولا المحتوى العلمي، انه لازم يكون المحتوى، الشخص اللي دخل في المسابقة الثلاث دقائق اللي بيقدمهم يكون فيها محتوى علمي. المحتوى العلمي ده مش ما بتبقاش فكرة جديدة او حد بيقترح حاجة، لازم تكون حاجة مثبتة ومعروف ان هي موجودة، وهو دوره ان هو يبسط المحتوى العلمي دوت وينقله للناس الغير علميين بطريقة مبسطة، بحيث ان اي حد شخص مش متخصص في هذا المجال يقدر يفهمه. اللي بيفوز بمركز الاول والتاني هو اكتر الناس اللي قدروا يركزوا ان هم ينقلوا المعلومة ديت بطريقة مبسطة جدا، مع الاهتمام بان هم يكونوا واضحين جدا في العرض بتاعهم، بالاضافه للحضور بتاعهم على المسرح، بالاضافه لمعاملتهم مع الجمهور ومع لجنه التحكيم، لغه الجسد اللي هم بيتحركوا بيها، كل الحاجات دي هي اللي بيبقى ليها اهم اهم الخصائص اللي الحكام بيختاروا على اساسها الفائز الاول والتاني. في جوائز طبعا تانية بتقدم لكل الناس اللي شاركوا ووصلوا لمرحله النهائيات، لان اللي وصلوا لمرحله النهائيات دول احنا بنعتبر ان هم من افضل الناس اللي تمت التصفيات ما بينهم. لو ان احنا عملنا 5 مرات، كل مره في المتوسط في حدود 50، فالمنافسه حصلت من 250 واحد، خدنا منهم احسن 12 واحد منهم. بعد كده بياخدوا دوره تدريبيه لمده 3 ايام عن الساينس كوميونيكيشن، بنحسن من مستواهم اكتر، بحيث ان هم في الاخر يقدروا يوصلوا بالمستوى اللي ظهر في الحفله النهائيه. العلاقة بين فيم لابرز أو متسابقي مختبر الشهرة وبين فعاليات المسابقة السنوية علاقة دائمة التواصل، فشغفهم في تبسيط العلوم وتوصيلها للعامة بلا حدود. لأول مرة في مصر بقى في شغلانة اسمها المخاطب العلمي، ودي ابتدت تبقى موجودة في أكتر من جامعة في مصر، وكل اللي بيشغلوها حاليا خريجين البرنامج. في الملتقيات الدولية اللي بتحصل والمهرجانات العلمية اللي بتحصل في إنجلترا، في إيطاليا، في فرنسا، الولاد بتوعنا دايما بيطلعوا ويشاركوا، يا إما بيشاركوا كمنظمين، يا إما بيشاركوا بشوز للتواصل العلمي، يا إما بيشاركوا بكلمات. فهم بقى ليهم تواجد كبير قوي على الساحة، والعلاقة ما بيننا وبين بعض مش بتتقطع. اول ما قريت عن المسابقه وفهمتها وعرفت محتواها ومعناها، حسيت ان هو من اهم الحاجات ان احنا نوصل المعلومات، لو احنا عندنا علم فعلا احنا نوصله للناس اللي مش عارفه تتعلم، او الناس اللي مش قادره توصل للعلم ده وتفهمه. اهم اساليب بستخدمها عشان اوصل معلومات للناس هي ان انا استخدم امثال، اقرب الناس حاجات بيستخدمها في حياتها العاديه لحاجات علميه. ودايما لما احب اقرب معلومه او افهم حد معلومه، لازم اجيبها له من ناحيه من الحاجات اللي هو يعرفها او بيحبها، او الحاجات اللي هو بيشوفها في حياته بس مش عارف معناها، عشان بعد كده اوصل له حاجه هو مش عايز يفهمها قوي. مختبر الشهره احد بوابات نشر العلم ليثمر في مجتمعاتنا من جديد.